السلام عليكم. دخلنا بالمرحلة الثالثة بالمحل الوقفي اللي هي مرحلة التجهيز وآخر مرحلة بإذن الله. المحل بإذن الله حيفتح بيت ل 22 عائلة، يعني 22 موظف بين موظفين بالمحل بقلب المطعم بالمستودع، موظفين للتوصيل، موظفين للطبخ. ففي 22 موظف حيشتغلوا بهالمكان، يعني 22 بيت. الكلفة الإجمالية للتجهيز حاليا بالأصول اللي بدنا نحطها 22,000 دولار. كل سهم حيكون 5 دولار، هذا السهم العادي. السهم الذهبي 50 دولار، سهم الوالدين 100 دولار. هاي صدقة جارية بإذن الله. والجميل بالموضوع غير أنه حينفتح هالقد بيوت من هالمشروع، يعني تقريبا 1,000 دولار لكل عائلة، بنكون نحن كفلنا عائلة إن شاء الله طول ما هالشخص قاعد عم يشتغل، فأملنا شغل 22 شخص ب 22,000 دولار. وبنهاية كل عام ريع المشروع حيعود للأعمال الخيرية، لأطعام الفقراء، حيعود للأعمال الوقفية، حيعود للدعوة الإلكترونية بإذن الله، طالما هو هالمشروع بالأساس تابع لمسجد القرآن الكريم. بدي أطلب منكم يلي قادر يساهم يساهم، يلي ما قادر يساهم يكمش هالفيديو وينشره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. يلي حابب يتبرع فيتبرع على رقم الخاص او رقم المسجد، فيه يتبرع على رقم 70 748 715. واسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر تمام هذا المشروع قبل رمضان، لحتى تكون وجبات افطار الصائم واطعام المساكين جاهزه قبل رمضان باذن الله. السلام عليكم.